انا ما بعرف اضبط. احنا بلشنا هو من عشرين. السلام عليكم اول شيء، واحنا بلشنا الان معنا انس بيك. خلص الله يعطيك العافيه يا سيدي. ايوه تفضل. الشباب مؤمن مؤمن والاستاذ رائد والسيد استاذ رائد والدليل السياحي. لا اشيل لك. لا ايوه دليلنا السياحي حبيب قلبنا. وهي رائد، سلم رائد. ماشي. وهي مؤمن. وهي المعلم انس. انس تحيه. هلا بك يا سيدي. جوله سريعه ان شاء الله في قلعه الكرك، قلعه الصمود، الصمود، قلعه الشموخ، قلعه المجد والتاريخ. الله يرضى عليك. تفضل يا سيدي. السيد ربيع الصعوب صحفي خريج جامعه اكسفورد. اكسفورد باتجاهه الان الى الرحله العزيزه، رحله قلعه الكرك. طبعا المصور تبعنا انت، وين الكاميرا؟ الكاميرا هي مع رائد. اخذها رائد. هاي المصور تبعنا. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا ربيع الصعوب. اهلا وسهلا. وهذا معنا السائق والدليل السياحي، سايقنا وحبيبنا. السائق والدليل السياحي انس الصعوب. يسعد قلبك الصعوب. خريج اثار السياحه. ايوه اثار السياحه. شو اسمه؟ واشنطن. اقول لكم ابوه شو بشتغل؟ عمي مدير السياحه. عمي مدير السياحه. ايوه. وعمي الثاني وزير النقل. اسمع، قلعة الكرك تم تأسيسها في 2002. طبعا في واحد من المتابعين يا ناس سألنا عن الأنفاق هاي السرية. الآن بنشوفها مع بعض. تمام. عند معصرة الزيتون تحت. معروف. تمام. فرن، في فرن حجري قديم. فرن حجري ايش ماله؟ قديم. قديم خفيف. قديم قديم. تمام. طبعا هسه راح نعرف كل شيء، صح يا خال؟ راح نعرف كل شيء عن قلعة الكرك. صلاح الدين كل يستقبل. صلاح الدين راح يكون واقف على الباب. تمام. هذا المنظر من فوق. ما شاء الله ما شاء الله. أنس يلا بلش. ها تفضل يا سيدي. تفضل. الله يزيد فضلك. هي مع مرافقنا. صور صور. ابعد هيك صور فيها. هذه قلعة الكرك. يلا عند السيد رونالدو معنا. سيد رائد. ونحن دخلنا فتنا النفق الصليبي. تفضل. تمام. النفق الصليبي. ما شاء الله. بس تصور الصورة هذه. هون ايش يا ناس هاي؟ كانوا اعداء الوطن يا سيدي. هون في المناطق هاي كانت هذول فاتحات سكروها جنود ابو حسين بفضل الله. كانوا هون يطلقوا الدائرات الناريه باتجاه الشرطه. تفضل يا سيدي. تمام تمام. هون نفس النظام كمان تم تسكيرها. كانت لما ضبطت معاك ايش الشبكه؟ تصور تصوير عادي. هسه هيو هيك تمام. هذه ايش يا انس؟ ايش يا انس؟ انس هذه ايش؟ هذا كانت تهويه. تهويه لفوق. بس لفوق تترمم. هي ترممت بس انه هيك وضعها توقف زي. طبعا النوافذ هاي سيدي، نوافذ الحراسي. نوافذ الحراسي اللي طلع ما يحدث من احداث خارج القلعه. روح شوف. هاي دخل رائد. نعم. هاي وين طلع فوق؟ هاي الطابق العلوي. طابق الوين؟ لا أين ماشيين مع أنس؟ الممر والقاعة ولا 45 متر ولا عمود ولا أي شيء في وسط القاعة. قوسية. قوسية. نعم. حيث إنه الاتزان كله على الأطراف. هذه قاعة اجتماعات. قاعة للاجتماعات. تهوية علوية. تفضل. طيب قديش ارتفاعها هي يا ناس؟ هي ارتفاعها ما شاء الله 10 متر و35 سم. مضبوط. على آخر
اخر زياره لنا. نعم. هذه ما شفتها هذه ما وضعتها من عندنا بس اجرح بس. والله. هذا مصورنا وحبيبنا. اي بعد ها. يلا سيدي ها. خلاص صوروا صوروا صاروا ساعة ثابت الزلمة. هاي ايش من الساعة معروف. متوقع كان في درجة هون. وكم طلع فوق؟ اتوقع كان في درجة. طب عمل باب القلعة الثاني. نعم. بوابتين فقط. الثاني مغلق و طبعاً هون سرداب ثاني هون راح ندخل هسه هون هاي ايش ما تخلي ايش هاي ما مغارة الغربة كانت سكرينها بس صح هذا مغارة سكرينها في برودة بيجي هذا قلت يا سا في احد سرد عليك واحد من جوا ما في شده هاي غرفه غرفه سفليه بس انهار للامان يعني بتخبي شغلات ثمينه الصليبيه كانوا تخبوا جوا يعني غرفه مخفيه بس انهارت مع الزمن ومع هي طبعا القلعه هي للصليبيين كانت القلعه للصليبيين ودخل عليها صلاح الدين الايوبي طبعا الغرفه هاي تحكي في طابقين تحت الارض انهار الجزء الطابق احنا الطابق الثاني تحت الارض نعم انهار الجزء انهارت الغرفه سوء ترميم وسوء متابعه من وزاره السياحه نعم يعني هيك راح جبنا وزاره السياحه كتاب تفضل شكرا تفضل يعني تفضل جبناه كتاب ابوك يعني السلام ابوك راح يعمل لنا فيلم هندي يلا هيك رايم قاعد ابوك ماشي ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم شباك الانحراسي يعتبر كبرج من المراقبة الخارجية طبعا مطل على الجبل اللي قبالك اللي هو المرج هذا المرج منطقة المرج نعم. ومنطقة جسر الكره نعم. ومنطقة الثلاجة على ايدك اليمين يا سيدي نعم. طبعا برج مراقب من هو كمان كله عادة ترميم وهذا نفس الاشي اللي هون هذا هيك مزبوط صح؟ مزبوط طبق الاسفل كان للخيول وما الخيول محمد احنا الان فايتين سيدي على السجن سجن تابع للقلعة تمام سجن كل خانات مع بعض كل خانة منفردة منفردة تفضل يعني سجن سيدي سجون يعني سجون غرف هاي للسجون نعم طبعا محكمة بالكامل خليك تمام هون بس هاي كانوا حاطين لهم شباك دورة يعني. مياه هاي دورة مياه حاطين لهم شباك يعني انت بتسولف شباك هذا تحت جبل واقع يعني منطقة منحدرة ايوه 100 135 متر لجسر الكرك هون دورة مياه كانوا يستخدموها هاي لهم قديمة دورة مياه هاي هون يعني تحمموا هاي هيك دورة مياه تمام طبعا الشبابيك مقفلة بإحكام انا محمد عشان الهروب من الهروب ولا محكمة ولا شيء والله انا بطلع لا 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 حراسي يا محمد حراسي كانت برا طبعا من اكبر القلاع في الشرق الاوسط طبعا من اكبر القلاع في الشرق الاوسط وين يا رائد يا رائد هذا كان مكان للطهاة وفرن فرن وقمح هاي يعني ايش هاي اللي هون هاي المناطق هذا فرن لا محمد يسووا له اعادة تهيئة واعادة صيانة عشان لو حاولوا يستخدموه بس هيك كمشاهدة لو يحطوا مجسمات زي اللي في المدرج الروماني طبعا هون هيك الفرن ابعد استاذ رائد ابعد استاذ رائد هذا الفرن فرن تنور فرن مزبوط هذا الفرن طبعا عاد الترميم يلو شغالين عليه تمام هاي اللي هون هذول الشغلات هاي الطهي ومطهي وطبخ ونفخ وسواليف زي هيك طناجر ومطاعم هناك هيك الطحين جاروش الطحين وين الجاروش موجود الجاروشه؟ هي لا لا انسى الركش ها مش معنى؟ هون يا سيدي هاي كان يتعمل الطحين من عليها تمام نعم القمح طبعا نعم. هاي يكون هنا في ذراع للدور تحط تمام. القمح تمام يطلع زي الطحين تمام عشان ايش الخبز عندهم تمام هاي ايش مغاسل من هون لا لا من هون بنبلش يا محمد
هون سيدي معصرة زيتون. تمام. معصرة زيتون أقدم معصرة في التاريخ. نحط الزيتون هون. طبعاً له الطرق الضغط وما ضغط ودقوس شغلات زي هيك واستخدام الدواب أحياناً يعني كان. تمام. عشان ينزل الزيتون في القناة زيت. بنزل القناة وين بروح؟ لا هناك طبعاً من عند جهة المطبخ من هناك. تمام. أنا هناك كيف هاي إيش اللي رب طالعين عليها؟ هذا الفرن الملوكي اسمه. تمام. الفرن الملوكي اسمه. ايش يعني شو بسوي؟ يعني هذا اللي هناك العام للسكان القلعه اللي هون هذا هيك للامراء للملوك للفرن الاسمي. الملوكي من هون طبعا انهار له اعاده ترميم من وزاره الاثار ان شاء الله. في السقف فتح التهويل. تمام ايوه هناك. هاي هون. هاي فتحة التهويل. هاي المطبخ. هذا الفرن. تم. تطلع لبرا. هاي البوابة برا. طب هاي ايش يا انس؟ هاي. هاي زي مجلة. وش طبعا هاي كانوا يكبسوا فيها الزيتون هون. تمام وينزل من دقيقة دقيقة. وينزل من الفتحات هاي. تمام ينزل هون يتصفى هون. بعدين ينزل في الفتحات هاي وينزلوه بالطناجر بالامور هاي هم بعرف ايش وهذا باب ودي برا باب للبر هناك تهوية وطبعا تهاوي في تهويات فوق هاي واحدة هاي ثنتين ثابتات طبعا ما في عندهم في النص لغاية الآن احنا شايفين معمار روماني عندهم بالنص ما في كله بشكل قوسي صالة الغذاء العسكر الجنود الحراس تمام طبعا هاي في يعني يحطوا مثلا زي طاولات زي امور هون هيك في النص في هون زي طاقه كمان تطل على ايش الطابق السفلي هاي تمام. طاقه يدي المهدينا هاي الطابق هذا هاي اللي وقعت فيها البنت يا رايد لا لا ابو محمد غلط ما كله اشاعات هاي معلم طابق الثاني ارتفاعها تقريبا ارتفاعها 15 متر تقريبا لا اكيد ابو محمد انا مبهور ايش راح للشباب طبعا احنا كنا السجن والمطابخ والامور هاي كلها هسه راح ننتقل للطابق الاعلى تمام هاي انا هسه احنا وين هاي غرفه مغلقه محمد هيك بتحكي انت فوق 300 غرفه في قلعه الكره نعم نعم طبعا صور طبعا ارتفاع ارتفاع زي ما انتم شايفين هيو طبعا جو بارد اللي نعم. العمار كان ابو محمد نعم كيف الجدار قديش عرضه تمام هاي عرض جدارهم طلع برودي شفت كيف نعم صح الحمل بعطي برودي في الشتويه بعطي ايش بعطي حم في الشتويه بعطي حم نعم دفع دفع طبعا هاي طاقه محمد تهويه طاقه التهويه طب انا بالمطر كيف كان ينزل عليهم المطر يعني من فوق؟ نسأل رائد ولا انت؟ اتجاه المتحف المتحف اتجاه المتحف طبعا الطريق انا راح تلاقينا الكنيسه شوي نعم هاي ايش؟ استخدامات كثيره ابو محمد هيك طبعا هناك في طاقه كمان للتهويه بس انا انه ايش خطر ما بتقدر تقرب يعني انهيارات نعم هناك في طاقة ثانية إذا تقدر تشوفها بحرف هناك هناك غرف. تنزل من هون هيا من هون تنزل لهون طابقين تحت الأرض اسمع أبو محمد أنا مناور اكتشاف ليش حول القلعة الحراس هي اللي هي تقدر تقول زي بانوراما طبعا قبالك أنت هناك بانوراما الكرة على الجبل اللي قباله البانوراما اللي هي هاي طبعا قبالك على الجبل الثاني بانوراما الصوت بانوراما تمام تفضل تمام استنى عشان نعرف ننزل بسم الله طبعا دير بالك انا الصبح هيك حالي طبعا فيها 100 متر 135 140 متر 135 طبعا هناك محمد اذا بتصور البرج اللي هون بالضبط هذا ببين انه عندك طابقين هذا طبعا هذا البرج ايوه مزبوط نعم. في ايش طاقتين للحراس شفتين رمي الاسهم ولا لا تمام هنا. تمام هو من هاي الطاقات الصغيره هاي عندنا هون كمان طاقات بس ما بنقدر نفوت عليها لانه ايش انهيارات جوا الغرف منع من الزياره والله رائد
مدينه الكرك كانت ابو محمد كلياتها ايش؟ حوطه في سور. طبعا هي السور، السور حوالي ابراج حول المدينه كلها. تمام. هذاك اللي هناك هيك برج من الابراج، هذا البرج المدور، البرج ايوه نعم، كل المدينه من هون لاخر المدينه لقدام كله ابراج، كانت ابراج خلاص. هي هاي كلها كانت الكرك، هاي اللفه كامله كلها كانت القلعه. لا لا، عند الظاهر بيبرز هيك كلياتها. تمام. صلاح الدين ست اشهر وبرمي من جنيق من على منطقة المرج، من جنيق من على المنطقة هذيك اللي هنا من كل جبال المحاور. تمام. ما قدر يدخلها إلا دخلها من النفق سري. منين؟ من جهة سر الكرك، وادي الكرك من تحت. اكتشفوا مع أنه كلب كان إيش فات من هناك، فالعسكر المحصرين المنطقة طلعوا وين راح الكلب، أنه طلع منها ورجع منها. تمام. وكانوا بيجوا منها من وادي الكرك أكلهم وشربهم ميتهم. قلعة الكرك فيها 35. هاي السيد رائد داخل على بيتهم. احنا هيك الان زي غرفة سرية تابعة للكنيسة، كونه امن منطقة في الكنيسة تحت المعبد. طبعا هذا طابق السفلي، فوقينا طابق ايش العلوي، في كمان طابق لتحت لها ممرين، ثلاث ممرات هاي الغرفة. تمام. تقدر تقول اي واحد وين هاي؟ والله انا في السرية بطلع عن خارج القلعة، بس الان مسكرات. مسكرات. هو مين اللي سكرها هون؟ يعني ايام صلاح الدين الايوبي ولا سياحة؟ سكرت بعد. آه. في مناطق صار فيه انهيارات معمول. طبعا هذا كمان معبر سري. هاي الانفاق السرية اللي موجودة، نعم. هاي وين بتودي لو مفتوحة وين بتودي هاي؟ صار حرب، صار شيء كله بتهرب بيطلعك برا القلعة. تمام. تمام. هذا مهرب برضه سري. ها؟ هو مسك اللي هو محمد لانه في بسم الله الرحمن الرحيم، عرفت كيف؟ ايش فاتحه باتجاه الانفاق. تمام. بس الانفاق ما بيقدروا يستخدموها ابو محمد لانه بس هذا تسكير جديد، تسكير وزاره السياحه. مضبوط. بعد ما صارت الارهاب لما كانوا في قلعه الكرك، احداث الكرك. تمام. طبعا فقدوا كل الانفاق السريه، كانوا زمان انفاق سريه بتودي برا للقلعه. تمام. يعني بهرب من الحرب، بهرب من شيء، هسه السكر ما تقدر طبعا تجيها في الليل لانه بسم الله مناطق هاي مسكونه بالليل. فيها جنية. في الليل يعني كانوا لاحظوا شغلات. طبعا انت بتسولف هي في كمان طابق تحت الارض سافة ممنوع ناس يفوتوا ابو محمد. تمام. هذا صعب تفوت. لانه الباب الودي لها تقدر تقول سكر. تمام. هي تهوية، هي تهوية للطابق اللي تحت. تهوية للطابق تحت، هي التهوية الثانية فوق. نعم. في تهوية هنا. بيقدروا يخلوا الناس تفوت ابو محمد، ليش خاف من انهيارات؟ تمام. يعني بيقدر يفتح بوابته، بس ايش بصير انهيارات يعني. يعني في جن وما جن وقصص بالليل وهات يعني يحكي. ما بتخلو المناطق. هيك الساحه الكنيسه على يمينها كاي خلصت منها، شفنا المعبد تبعها. في طابق تحتيها، طبعا الطابق اللي قلت لك عنه ما بتقدر تنزله، اللي هو هي من هون بننزل، لانه ما بنقدر راح نفوت عليه. ليش؟ مسكر ابو محمد. هناك مفتوح. راح نفوت احنا من هناك، بس ايش؟ مو يعني نصل لاخر الغرف. تمام. بس ما بتقدر توصل للكنيسه للمعبد نفسه. تطلع ايش العمار الهندسي، طلع قديش الارتفاع شو اسمه القوس لكشف اللي فوق. هذا كله طمم الحمايه، كله كان مسكر ابو محمد، كله كان زي هيك. تمام. زي هذا. تمام. كان الملك رجل ابو محمد طلب من الطابق الاستحمام، طابق ابو محمد الطابق الثالث من هيك تحت الارض. تمام. طبعا هو في طابق، وفي طابق اللي فيه السجون اللي هو الاول اللي فتناه. طبعا احنا هيك كيف؟ هيك رقم ثلاثة. هو في غرفة هون. تمام. هسه نشوف هسه. محمد هاي طبعا بس توقف عند شوف رسمه في السويساء. كان مدخل للملك هو الملك ريتشارد هو اللي كان موجود هون. هذا كان مدخل الملوك يعني للملك ولله. هذا اللي بوصل لل قسم الامراء للقصر، كل القصر تبعهم. نعم. قاعدة الملك ريتشارد هسه بنشوفها. تفضل ابو محمد. تمام. صور. هنا داخلين على السرداب اللي بيودي الى قصر محمد. هاي قاعة الملك. نعم. هذا السرداب اللي بيودي للقصر، مزبوط؟ تمام. طبعا متجنن. وهذا مصورنا وحبيبنا.
الله يخليك. يسعد قلبك حبيبي. ابو محمد لها اكثر من مدخل زي ما بشوف هي. نعم. هاي التهويه. طبعا. منفصل انفصال كامل عن السجون وعن المدنيين وعن هذا، لانه ايش؟ خدمه الملوك. للملوك، للملك اللي هو ريتشارد اللي كان موجود. نعم. تمام. ابو محمد رسومات هاي كان قاعد قاع كمان. في واحدة هنا الثانية مخفية بس. هاي مخفية بعد الإصلاحات، بعد الإصلاحات والترميم. نعم. نعم. أعمال الترميم أبو محمد بشكل دائم. طبعاً هون. هون في غرفة ثانية هون، في غرفة ثانية بتودي وبتودي للحرس اللي كان موجود هون. هذاك هي. آه. مدخل، مدخل كامل للغرف. غرفة، غرف جوا. آه مدخل كامل وهذه الغرفة جوا. بس موجود في الشباك اللي ممكن إنهم. طاقات الحراسة. نعم. وهنا هاي التهوية. فتحتين تهوية. كبيرة، كبيرة جدا. أبو محمد هاي الإنارة كلها جديدة سنة 2018. جديدة. هاي الإنارة اللي مقبرة عن هذا كانت تجي ما كنت تشوف شيء. عشان هيك كان يطلع لهم جن، عشان فش 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 ضوء. لو داري. أنا هنا بوابة مسكرة أنا صح؟ أبو محمد خلينا أسرع أبو محمد. آسف. أي إيش؟ يا أبو محمد شرحنا ما شرحنا. لا تظلمني. طيب. الله يرضى عليك. طيب. أيمن مات العسكر أبو محمد. تمام. تفضل. هاي كل يعني ثلاثة أربعة كان عندهم غرفة مثلا، خلينا نحكي. طبعا. هاي قاعة اللي كنا فيها أول اللي هي قاعة. تمام. هاي الملام. هاي كلها منامات للعسكر ولا الحراس. تمام. غرفة أربعة بأربعة ما شاء الله، صلاة النبي أكبر من غرفتي. تمام. طبعا السياح بيجوا بيتفرجوا هون وبيشوفوا ايش الوضع كامل. هذا الشباك تهوية للعسكر. هاي غرف للحراس. طبعا هنا حطوا وزارة السياحة. محمد هنا يعني تقدر تصور اذا تقدر. عظيم. اذا بعدين لفوق بس هسه سكر هسه ظلم. لو تعرف ليش؟ ليش والله؟ من المي. والله كانت قنوات مي. قنوات مي. نعم. نعم. انا مليان قنوات المي. تمام. تفضل. هون نشوف هالحجر. طبعا هاي هذا الحجر جايبينه من جنب بحر. تمام. هذا هذا صدف، صدف صدف موجود من الموجب. تمام. نعم. الصدف هي موجود متحجر داخل الحجر. آه كيتشن أبو محمد المطبخ هون. تفضل تفضل. أوه والله مطبخ كبير. أوه مطبخ كبير كبير. هذا المطبخ للحراس ولا لا؟ تمام. تابع للمنامات. بس ما شاء الله يعني أنس العمارة الموجودة في يعني يعني هاي احنا بنحكي بنحكي عن قوس كامل. مزبوط. تمام. ولا عمود ولا اي داعمه مجرد من من هون لغايه هون وهو نفس المكان. من ورا الحرس. تمام. واحد فوق واحد. تمام. تفضل يا سيدي. والله يطلع الباب. تمام. هون ايش هون في برضه هون هاي ممكن تصريف المي من هون كانت هاي المنطقه. انا بحثت عن محمد هاي و هسه قنوات المي اللي قلت لك عنها الاول شفت. طبعا السيد انس بده يطلع هسه يكتشف لنا الجن، ويقول هو في قصص جن هون كثير بالليل. تمام. بده يطلع يكتشف لنا الجن. احكي فيها احد. طبعا محمد هاي غرفه مسكونه. تمام. هاي غرفه مسكونه نقدر نقول انا قبل ما نفوت والصفات يصفر. شايف تمام. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عارف ابو محمد كيف؟ اه. هاي غرفه الشغلات الثمينه المطورات. تمام. العمله يعني الرصد وما الرصد موجود عليها. الرصد يعني موجود طبعا اذا بتطلع انا بس صعب عليك. آه. علامات كتابات كلها موجوده يا ابو محمد. نعم. هذا الباب كان مسكر سيدي. تمام. تعال.
وين راح؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كيف بدك تنزل؟ يعني هنا الخزينة، خلينا نحكي كانت في خزينة. يعني ها هون عندك انت في نفق سري من نفق سري موجود هنا، بس بنلف عليه من على الجهة الثانية. صعب عليك شوي. تمام، دير بالك. مغامر والله، مغامر يا انس. متعودين والله، مغامر يا انس. تفضل يا سيدي. يلا. والله مغامر. يعني بتنفع ناخذك على مغامرة ونظبط لنا الوضع. تفضل. هاي اللي هي برضه غرفة الخزين، هاي غرفة الخزين تبعت ال، لا اللي فوق محمد المخفية، شفت منين بابها؟ اه المخفية، هاي هيك احنا تابعينها، المطبخ اللي طلعنا منه. اه ايوه تمام، هاي المنطقة اللي أنت كنت فيها فوق. مظبوط تمام، اللي هو هي بقى مدخل من هون بس مسكر. تمام كيف؟ نعم خبرتنا هاي محمد، هون هذا مصرف دائري يكون بوب مصنع من الفخار. تمام، يعني بصرف المياه الامطار بنزل تحت الثانيه. اه كله بنزل بيطلع خارج القلعه. تمام، اذا بتقدر تقرب بس هون تورجي الشباب. شوف كيف الفخار بعد لحد الان. نعم محمد، الممر الوهمي يصير اسفل طابق في القلعه. تمام، بطلعك على الطابق الثاني، بطلعك الطابق الثالث، بس احنا ما راح نلاحظ لانه ايش؟ ثلاث مهارب مسكرات مفتوح. تمام، اللي بودي لما مرات القلعه خدمات القلعه الثانيه اللي تخدم ايش؟ السكان والفتره الايام الصليبيه. شايفه؟ طبعا احنا اسفل المنطقه هي، هذا كله طبعا هسه راح نصور فيديو لانه ما في ولا شيء ارسال، فراح نصور فيديو ماشي وننزل سنابات عليها ان شاء الله. طبعا رجعنا على السناب كمان مره، انا باسف طبعا السنابات راح تكون مخربطه لانه ما في ارسال كان في المنطقه اللي تحت، اربع طوابق تحت الارض يعني بحدود 25 متر. طبعا هذا المبنى الاخير الموجود في القلعه، تمام، مبنى كبير زي ما احنا شايفين، هاي الشباب موجودين. تمام، هون كله للجنود للحراسات. تقدر تصور فوق ال، من فوق تصور كيف هذا الصور؟ الهندسة العمرانية، الهندسة هنا ملوك، نظام ملوك. تمام، هون ايش في انس؟ هذا رمز فكرة بعمل هذا مشبوكة مع الطابق اللي هناك. تمام، الأخيرة في مدخل من غاز كمان مرتب. أبو محمد طبعاً بالله، بس الكشاف ممنوع التصوير هنا بس على السريع. تمام، أعطينا كشاف. أيوة هون هاي إيش هي؟ هاي ممنوع التصوير أبو محمد، هذا قصر الملوك يا سيدي. أوه في هون هذا القصر من جوا. اه رائد، روح هناك بدي اشوف قديش طولك مع الطول تبعها. روح انا رائد، بس رائد وقف. كان هي ارتفاع المبنى مع رائد، هيو رائد هيو، ارتفاع عالي تقريبا فيها 20 هون 20 متر 15 تقريبا. طبعا هي عمدان في النص، هون عمدان الاعمده في النص ما في، بلش من هون لهون ترتيب احجار بشكل قوسي. تمام للاخر. طبعا هذا كان اخر مبنى موجود، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هالمغامره. تمام، وكانت حلوه. طبعا انس اضوي على انس، طبعا انس حبيبنا لسه احنا كما كملنا باقي الجوله. ابو محمد خليها ان شاء الله المره الجايه، موقع تذكرك اكبر من هيك. تمام، هي في لها وقت للتسكير ووقت للفتح. الساعة صارت 5 فاستأذننا منهم، على 4 بيسكروها، الساعة 5 استأذننا منهم الساعة. تمام، وشكرا لك جزيلا، وشكرا للمغامرة الحلوة. وهسه راح انزل سنابك من عندي على الهاي عشان اللي يضيفوك كمان موجودين معي يضيفوك عندي على السناب. وطبعا معنا مؤمن، اشكرك. لف الفلاش عليك. اشكرك يا مؤمن يا حبيبي. تمام، ومعنا السيد رائد، كان حبيبنا رائد. تعال، كان حبيبنا. تمام، وانبسطنا معك يا رائد.
ماشي؟ مش ماشي خلاص. رونالدو طبعا، رونالدو طالع طالع تمام. وهي احنا خلاص خلصنا والحمد لله، كانت تحليه رائعه جدا جدا جدا. يلا هذا الشرطي اللي هسه طلعنا. هذا هو الشرطي اللي طلعنا يا اخوان. تمام، احنا تمرق قبل شويه، مرقنا اول ممر. هون هون بدون ما يعرف الشرطي. هون هاي في كمان نزله، هاي هون في تحت مبنى جوا، وهون في مبنى. طب منطقة جميلة جدا، رائعة جدا 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 جدا. هذا المتحف اللي تحت هناك. اللي تحت اي من هناك. نعم. شو بيعرضوا فيها؟ زي الذخائر اللي زمان كانوا يرموها. اللي مستبحهم. تمام. أغلاط قديمة. تمام. نروح ورا الشرطي بلاش. من هون؟ صور المتحف. هذا المتحف اللي تحت. هذا اللي تحت المتحف ها؟ رونالدو يلا تحرك تحرك تحرك. اهرب اهرب. الشرطي الشرطي طلع من فوق ها؟ احنا بننزل من تحت. هاي. يلا نطلع من الجهة الثانية. يلا اوكي. هاي مركز سري هذا. اوه زقطنا الشرطي. البحر الميت هناك، هذا البحر الميت. هون اللي نزل وصار يقول اعطيني سلاح واعطيني سلاح. من فوق من هناك صح؟ كانوا يطخوا عليهم من فوق. اه. وهم كانوا طايحين منها. من هون نزلوا. اه. كانوا يطخوا من فوق. لا جا قال له اعطيني انا وقناص وانا مش عارف شو. اه اللي فوق شوية هذه. انا ابو محمد نفخ سري كمان بس مسكر. ها محل ما كنا اول. بدخل جوا هي من هون. والله فيها انفاق، فيها يعني شغل شغل يعني، والله تعبانين عليها. يعني هيك ابو محمد اطلال على وادي الكرك، طبعا الجبال اللي خلف وادي الكرك. هاي. لو ورا. لو الشمس تكون غروب هسه. لا مبين مبين. اللي هي هناك جبال القدس. هاي جبال القدس اللي هون. جبال القدس. تمام. من هناك كان القدس. هون. بتصل مع قلعة الكرك، من قلعة اللي هو. يعني من هناك. لهون. الطريق. تمام وبعديها. قلعة الكرك، قلعة الكرك كانت متصلة اتصال عسكري مع مين؟ مع قلعة عجلون. مع قلعة عجلون. تمام. والقدس عربية يا سيدي، قدس عربية. صور آخر مقطع هنا. هذا الحجر، النقش في الحجر رائع جدا. هذا الحجر هذا قبر، هذا تابوت، تابوت روماني. هذا تابوت روماني يا سيدي. منحوت ناحية كامل. طويل باقي واللي فيه كان طويل. مكسورة. مكسورة. مع النقل بجوزة. تمام. منت معنا هذاك الجسم. نعم. بدون الجسم ما بتقدر تفضل القلعة، كان زمان. كان من هناك الصليبيين جسر متحرك. من هنا جسر متحرك. تمام. هذا هون كان مية يعني لا بس خندق هيك فاضي. لا يعني اول ايام الصليبيين كان مية، كان سيل مية ممكن او شيء زي هيك. نبع شو النوع المية اللي بس فاصل ما بين هون وما بين هون. محمد صوروا شفت الشباب المدفع اللي برا هذا هو. هذا المدفع. تسجل ولا حمزه
يقول ابو محمد الهوس هذا المدفع. هذا المدفع وين كان جوا هذا انس؟ هذا من المدفع قديم جدا جدا جدا. تمام، مكتوب هنا تم العثور على هذا المدفع اثناء قيام مهندسو وزارة الاثار بعملية الترميم لقلعة الكرك بتاريخ 1/6/99 1999، ومن ثم تم اجراء عمليات ترميم وصيانة له في مشاغل القوات المسلحة الاردنية. الله يحييهم. هذا بير ابو محمد اللي هون جنب المدفع. هذا اللي هون بير. وهذا هو المدفع. صورة أخيرة. من هي هون بحطوا كانوا من هون الرصاصة الكبيرة بسكروه من هون وبشعلوا النار. طبعا حسب ما بحكي لنا السيد رائد انه كانوا طخوا من وين يا رائد؟ من هون هذول الانفاق. من اللي قلنا عنهم اول شيء ابو محمد. من الحفر الصغيرة هاي. وسرداب. تمام. طبعا يا انس احنا شكرناك، بس كنا راح نشكرك كمان مره على الجوله الثانيه اللي احنا مقيمين فيها هسه في جوله ثانيه مع السيد انس. وين احنا رايحين هسه انس؟ يا ابو محمد احنا بنبعد عن القلعه، يعني نعم بنروح على جهه الجسر الثاني اللي استراحه الزوار. تمام، بس مسكر الباب هذا. مش مشكله، معي المفتاح. معك المفتاح؟ يلا تفضل. طبعا انس معي المفتاح. أنس كان معاه المفتاح بس ضيع. هاي رائد المفتاح ضاع يا أنس. طبعا هاي مفتاح السيد أنس. هون احنا وين؟ مفتاح القفل هذا كان معي مفتاح القفل، بس خرب خرب. محمد هي هيك سراديب هذول اللي الصغار هذول. الله ايوه تمام. تفضل. اي شايف كيف اللي جوا زي ما كنا جوا احنا ببين البرة. اللي برا مش مهم. هذول اللي هم الفتحات اللي كنا في الغرف هاي الصغيره اللي هي للحرس. طب اطلاق النار من وين صار؟ من اي منطقه؟ صار من هذول. من هذول الصغار. تمام. كان في واحد على القلعه من هنا. قلعه من فوق من هاي المنطقه. من هنا. طبعا المبنى هذا. تمام. نقول القاعة اللي تحت لو جينا بكير القاعة سكروها، بس تستخدم القاعات مناسبات الافراح يعني. وزارة السياحة لا لوزارة السياحة، هو كان يستخدم الطبل يا سيدي. تنزل هون خلينا نورجيك. هاي المرابط الفرس. هاي المرابط؟ اه. هو هذا القاعة اللي تحت كانت اسطبل. يعني نقول قاعة اجتماعات لا قاعة مش هاي جديدة، بس رمموها سووها قاعة اجتماعات الدوائر الحكومية شغلات زي هيك، بس في ايام الصليبيين كانت شو اسمه اسطبل. القلعة من الجنب كمان. ما صورتها. هذا تمثال صلاح الدين الايوبي. طبعا هي معهم المفتاح. هاي الشباب معهم مفتاح القلعة. هاي بنطوا. هذا تمثال صلاح الدين الايوبي. وهو على الحصان وماسك بايده السيف. هذا هو. محمد انا هيك تمثال الصرح صلاح الدين هذا. نعم صرح التمثال هذا كان على منطقه دوار الكرك، بس جابوه هنا بعد حداثه الكرك. تمام. انه نصب تذكاري لصلاح الدين. وهاي القلعه اللي وراه؟ طبعا المبنى اللي وراه محمد كان ايام الصليبيين هذا. هيك يا معلم جولة قلعة الكرك. خلاص هلق ان شاء الله ابو محمد تكون هيك انبسطت يا سيدي في جولة قلعة الكرك، مع انها جولة صغيرة وسريعة كانت. هيك بنحكي يا سيدي لتمثال صلاح الدين الايوبي. تمام. لقاء ان شاء الله في جولة ثانية ابو محمد اللي يكون فيها ان شاء الله بكير تكون. نعم. نحكي سلام. مع السلامة سيد ابو محمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يحييك. شكرا لك استاذ ربيع. شكرا استاذ ربيع على التصوير.
تمام. سيد رائد سيد رائد شكرا على كل شيء، بده يلعب طابي رائد هسه مش فاضي. يا اهلا اهلا. شكرا حبيبي وشكرا للوضع كان حلو جدا. خليني انا بس الفك الكاميرا عيكتك.